في الحقيقة الملف الأمن الغذائي بيمثل ضرورة وأهمية كبيرة جدا للجمهورية الجديدة. من 2013 الدولة المصرية مهتمة جدا بكل ما يتعلق بغذاء المصريين، ووضعت هذا الأمر على أولوياتها من أول مشروع التقاوي لغاية عدد كبير من الفدادين اللي تم زراعتها في الصحراء، لعدد كبير أيضا من المصانع اللي بتخدم على هذا الأمر. لو قلنا أن من أهم المشاريع القومية اللي اتعملت في مصر وكان ليها انعكاس مباشر على غذاء المصريين هو المشروع القومي للصوامع، يبقى ما نبقاش بنبالغ ابدا. احنا كان عندنا في 2013 اماكن لتخزين القمح غير جيده، غير كافيه. كانت هذه الاماكن اللي بنخزن فيها القمح شوان ترابيه، سعه التخزين بتاعتها لا تتجاوز 1.5 مليون طن، نسبه الهدر فيها بتمثل حوالي 15%. كل ده كان بيمثل خسائر كبيرة جدا للدولة المصرية، وكنا بنزرع ونحط في الشوان وفي نفس الوقت نلاقي كل الهدر ده وكل ما يحدث في هذه الشوان. هانو 15% ده يعني رقم كبير أو نسبة كبيرة جدا. كمية الفاقد من القمح سنويا كانت قيمته لو هنحول 15% دي لأرقام كانت بتصل ل 2.5 مليار جنيه. والحقيقة من هنا كانت خطة الدولة أنها تؤمن هذه السلع الاستراتيجية من خلال محورين. المحور الأول هو أنه ما يكونش فيه فاقد في القمح، أما المحور الثاني فإنه السعة التخزينية يتم مضاعفتها عشان يكون عندنا احتياطي من القمح يكفينا عدد أكبر من الشهور. والواقع ده اللي حصل في مشروع الصوامع اللي الدولة بدأته بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 من خلال صوامع تكون حديثة ومطورة تقدر تحفظ سلامة الحبوب والقمح بدون أي هدر أو بدون أي فاقد. كلنا عارفين القمح بالنسبة للمصريين بيمثل إيه؟ مش مجرد رغيف العيش، القمح بيخش في صناعات كتير جدا مرتبطة بغذاء المصريين، وإحنا عارفين إزاي أزمة الحبوب أثرت على العالم كله خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة. لو بنتكلم على المستوى الداخلي، النهاردة عندنا معدلات التخزين في الصوامع الحديثة أكتر من 4.5 مليون طن. الصوامع دي والشوان المطورة دي بتعمل إنها تحفظ وتخزن وتصنف القمح بمعايير عالمية، غير أيضاً إن هي بقت موجودة في كل المحافظات تقريباً، كل محافظة هتلاقي فيها هذا المشروع. بالتالي كل هذا الأمر بيصب في مساعدة المزارعين على عمليات التوريد بتكلفة نقل منخفضة. المزارع المصري مش مضطر إنه ينقل المحصول من محافظة أخرى لمناطق بعيدة عنه، لأن بقى عنده جوه محافظته هذه الشوان الجديدة وهذه الصوامع الجديدة. عشان كده بمنتهى البساطة بعد كل الأسباب يمكن اللي شرحناها لحضراتكم والخطة اللي اعتمدتها الدولة المصرية عشان تقدر تحافظ على القمح كسلعة استراتيجية وكمخزون استراتيجي عندنا، بيعتبر بالفعل مشروع الصوامع هو نقلة حضارية متميزة في تخزين الحبوب وبشكل خاص القمح، وبيضمن كمان صلاحية الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز البلدي المدعم. مش بس فكرة كده، إن هو كمان لازم يكون بالمواصفات والجودة العالية.